في أغسطس 2018 شيعت جنازة والدة المطرب محمد ثروت من مسجد جمعية أحمد عرابي بجوار نادي أحمد عرابي للقوات المسلحة وسط غياب تام من أهل الموسيقى والمشاهير. وقام ثروت بالصلاة على والدته كإمام للمصلين، ويعتبر هذا هو أحدث ظهور له من حوالي سنة تقريبا. هنا كان بيؤم المصلين في المسجد في جنازة والدته. وهنشوف أسرار دلوقتي عنه غريبة أظن إنكم ما تعرفوهاش. ويرصد لكم التحرير لايف معلومات عن الفنان محمد ثروت في التقرير التالي: ولد في طنطا يوم 25 مارس عام 1954، أي أنه يبلغ من العمر حاليا حوالي 65 سنة. التفتت أسرته لموهبته في الغناء وهو بعمر 6 أعوام، وشجعته والدته بشكل خاص على احتراف الغناء، وفاز بجائزة 5 جنيه في برنامج بعنوان 5 خمسات، فدفعت به والدته إلى برنامج ماما سميحة، ومن خلاله اختاره المعد حسين فياض للمشاركة في برنامج جنة الأطفال ضمن المواهب الصغيرة، وفق ما صرح به في برنامج مفاتيح مع الإعلامي مفيد فوزي. التحق بكلية الهندسة قسم ميكانيكا في جامعة الزقازيق تنفيذا لرغبة والده، والتي تخرج فيها عام 1978، لكنه بدأ احتراف الغناء في العام الثاني من دراسته بالكلية. واكتشفه الملحن محمد سلطان وقدم له ألحانا كثيرة، ثم انضم لفرقة الموسيقى العربية وتغنى في حفلاتها بأغاني التراث. رغم ابتعاده لفترة عن الفن، إلا أن الرئاسة في عهد حسني مبارك استعانت به لإحياء معظم الحفلات والمناسبات القومية التي كان يحضرها الرئيس الأسبق، لذا لقب بمطرب الرئيس، وقدم عددا من الأغنيات الوطنية منها مصريتنا وطنيتنا حماها الله، كانت معروفة قوي، ومصر سنة 2000 التي صدح صوته فيها أمام مبارك يجدو قائلا: آدي بلدنا وآدي قائدنا وآدي جنودنا المنتصرين. تعرض للهجوم بعد غنائه لثورة 25 يناير ومشاركته من جديد في أعياد تحرير سيناء، حتى أنه قد أطلقت شائعة أنه ابن أخت الرئيس الأسبق حسني مبارك من قوة التشابه بينهم. حرص على تأسيس بيزنس خاص به خوفا على مستقبله بسبب اضطراب حال الغناء، فقال في حواره مع مفيد فوزي: الهندسة أنقذتني، تخيل لو كنت من غير الهندسة في الفترة اللي ابتعدت خلالها عن الفن لسوء حالته، كان هيبقى وضعي ايه؟ كنت هموت من الجوع. يمتلك مصنعا للأدوات المنزلية من الألومنيوم، كما يشرف على مؤسسة ثروت لكفالة اليتيم، لكن كل هذا لم يأخذه من الغنى. وخصص المزرعة مساحتها 60 فدانا بشرق سيناء حتى يعمل بها الأيتام بعد استقلالهم من المؤسسة. روى قصة زواجه فقال: أنا أهوي الزراعة جدا، وفكرت في زراعة الموز باعتبار إنتاجيته عالية اقتصاديا، فذهبت إلى الحاج عبد العزيز الشلقاني أكبر زارعي الموز في مصر، وحضر لمعاينة الأرض، ونشأت بيننا علاقة وطيدة، وتزوجت ابنته، مشيرا إلى أنه استقر بعد ذلك على زراعة المانجو وليس الموز. والمفارقات الغريبة، ده محمد ثروت وهنا ابنة الحاج الشلاني مراته، يعني الموز سبب تعارفه. وفي مايو 2010 احتفل المطرب محمد ثروت بعقد قران ابنته داليا على عريسها المحاسب كريم طه خالد ابن رجل الأعمال طه خالد في جامع محمد علي بالقلعة، وحضر عقد القران العديد من المشاهير ورجال السياسة، منهم دكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية، وحسن شحاتة المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، والفنان هاني شاكر وزوجته وابنته، والفنان سمير صبري وممدوح الليسي
وزوجته. ادي محمد ثروت وزوجته وابنته وانا هاني شاكر نقيب الموسيقيين، وهنا بنته مع عريسها، وهنا محمد ثروت وزوجته. صور جميلة من عقد القران، هاني شاكر ومراته، محمد ثروت ومراته. ده دكتور أحمد درويش كان وزير التنمية الإدارية، وهنا العريس والعروسة. وقد احتفل الفنان محمد ثروت بزفاف ابنته على كريم خالد نجلة رجل الأعمال طه خالد، وأقام المناسبة حفلة ضخمة في فندق سميرة ميس في القاهرة، ودعا إليه حشد من أهل الفن والإعلام والأعمال. وأحيت الحفلة الفنانة اللبنانية نيكول سابا، وسافر العروسان إلى أمريكا لقضاء شهر العسل. ثروت يظهر في حفل زفاف ابنته التي تشبهه إلى حد كبير مع زوجته رفيقة رحلته الفنية، هنا مع بنته في زفافها. وهنا سمير غانم حاضر، وهنا هيسلمها لعريسها مع مراته. عدد كبير من جمهور الفنان محمد ثروت لا يعلمون أن له ابن شاب يدعى أحمد، ورث منه عذوبة الصوت وقوته. ده أحمد محمد ثروت، إيه رأيكم يشبهه؟ ابن محمد ثروت. محمد ثروت حل ضيفا على برنامج كل يوم على قناة الأون إي مع الإعلامي عمرو أديب، وقدم خلاله فقرة غنائية شادا فيها بأجمل الأغاني الطربية. وفي نهاية الفقرة دخل أحمد محمد ثروت إلى الاستوديو وقام بالغناء مع والده لأول مرة على الهواء، حيث غنيا سويا أغنية أهو ده اللي صار، هنا أثناء برنامج مع عمرو أديب. صوت أحمد أبهر الإعلامي عمرو أديب بجماله، فسأله عن أسباب عدم غنائه مع والده من قبل، فقال: دي أول مرة أغني قدام أبويا في حياتي، بخاف أغني قدامه، ما كنتش عارف أملك صوتي وأنا بغني دلوقتي. دي صور من حفل زفاف بنته. سمير صبري كان حاضر، هاني شاكر، وأحمد عدوية، ورجاء الجداوي، كتير من المشاهير حضروا. وفي يوليو 2013 حرص عدد من الفنانين على حضور عزاء والد الفنان محمد ثروت الذي أقيم في مسجد الخلفاء الراشدين بالقاهرة، وذلك لمواساة المطرب الكبير. ويأتي في مقدمة هؤلاء الفنانين هاني شاكر وزوجته والمخرج رائد لبيب وشكري أبو عميرة والموسيقيين علاء ياسين رضا رجب أشرف سالم والشاعر بهاء الدين محمد، بالإضافة إلى حضور فادي عبد الغني، كما حضر مجموعة من رجال الدين والسياسة منهم الشيخ سامي محمد متولي الشعراوي والشيخ أحمد عامر والشيخ علي جمعة، ومن رجال السياسة المستشار محمود عبد المجيد ومحمد أنور السادات وهشام زعزوع وزير السياحة السابق. أنا مع ابنه وهنا صور من العزاء. لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات. وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم، شكرا لكم.